بالعودة مشاهدينا لاستمرار إدخال المساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، ينضم إلينا مراسل إكسترا نيوز عوض الغنام. عوض، أهلا بك معنا إلى هذه الساعة الإخبارية. يعني مركزية مصر بالتأكيد واضحة في دخول هذه المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى أشقائنا في فلسطين من خلال معبر رفح. نتابع معك دائما هذا الملف. عوض، مزيد من التفاصيل لديك؟ نعم، نحن بانتظار دخول الليلة 70 شاحنة في الاتجاه الآخر نحو قطاع غزة. نصف هذه الشاحنات هي تابعة للتحالف الوطني الذي وصل بالأمس، هذه الشاحنات وصلت من القاهرة. وكنا عند منتصف الليل نعطي صورة خاصة لإكسترا نيوز عن لحظة وصول هذه الشاحنات الممتلئة بكل أنواع الدعم والغذاء والدواء والطبي وكل ما تحتاجه غزة في هذا التوقيت. لكن العبور اليوم ربما قبل يعني مساء اليوم ستكون هذه الشاحنات قد عبرت إلى الجانب الآخر. أهم ما يميز القافلة التي وصلت هذه المرة أن هناك حضور مميز ليس فقط للمجتمع المدني ولكن أيضا للأحزاب السياسية المصرية التي حضرت في مشهد تقديم كل صور الدعم، ورأينا ذلك ورصدنا عن قرب. هذا عن المساعدات التي ستدخل اليوم نحو 70، وإذا ما دخلت سنكون قد اقتربنا من نحو 600 شاحنة قد عبرت نحو قطاع غزة منذ نحو أسبوعين لحظة السماح بدخول هذه الشاحنات إلى الجانب الآخر. أما على خارج المعبر عند البوابة الرئيسية ما زالت هذه سيارات الإسعاف تتمركز في هذا التوقيت في انتظار لحظة الإذن بدخولها وعبورها إلى الجانب الآخر لنقل عدد من المصابين والجرحى. إذا ما سمح بذلك في لحظة وصولهم إلى داخل المعبر سيسمح بدخول هذه السيارات إلى الجانب الآخر، وعلى الفور سيتم نقل هؤلاء الجرحى والمصابين إلى المستشفيات المصرية سواء هنا في شمال سيناء أو إذا كانت هناك حالات تستدعي الذهاب بهم إلى أبعد من ذلك حسبما أكد تصريح لوزير الصحة أول أمس لإكسترا أنيوز. في الخدمات الطبية في المعبر هناك عدد من سيارات الإسعاف متمركزة وأيضا سيارات أخرى مجهزة لتقديم كل التسهيلات الصحية مثل عملية التطعيم وقت حضور أي من الأجانب أو مزدوج الجنسية من الجانب الآخر، بالإضافة إلى الكشف المبدئي الذي يتم على الجرحى والمصابين، بالإضافة إلى الخدمات التي تقدم من قبل الحجر الصحي المصري، وهي خدمات بطبيعة الحال هي موجودة عند ثغرات الوطن عند كل نقاط العبور عند كل الحدود البحرية والجوية والبرية، ولكن عليها مسؤولية كبيرة في هذا التوقيت في ضوء هذه الأزمة التي ما زالت مستمرة حتى الآن، لأنها تقدم خدمات علاجية وأيضا طبية ونفسية جراء الأحداث التي تحدث في غزة. النقطة الأخيرة هي خاصة بالأوضاع اللا إنسانية التي تتم في قطاع غزة والتي تصل إلينا وبعض منها نراقبهم من خلال الاشتباكات التي نراها ونحن عند القرب. تقريبا هناك انهيار شبه كامل حسب توصيف الأونروا للمؤسسات الصحية، بل الأونروا نفسها كمنظمة دولية باتت عاجزة حسب بيان صدر لها أنها لديها عجز كبير في إمكانية التواصل مع موظفيها. آخر صور هذا الهدم للمؤسسات الصحية الفلسطينية هو تدمير شبه كامل المستشفى النفسي الوحيد الموجودة في قطاع غزة ومعها مستشفى أخرى للعيون. المطالبات بوجود ممر آمن لنقل الجرحى والمصابين نحو الحدود المصرية لانتقالهم إلى المستشفيات المصرية هو مطلب ما زال حتى الآن لم يتحقق. هذا هو المشهد حتى هذه اللحظة رغدة هنا عند معبر رفح. تفضل. شكرا لك عوض، يعني دائما نتابع هذا الملف معك وربما في الساعات القادمة يكون لديك المزيد. شكرا لك عوض الغنام مراسل إكسترا نيوز من خلال معبر رفح.